ما يجري في القبر هو أولا مجيء منكر ونكير ملكين إلى الميت ويأتيانه في قبره. كيف جاء إليه في قبره ونحن ما نشوفه؟ الله على كل شيء قدير. أنت ما تشوف شيء. أنت ما تشوف الغيب عن كثير من الأمور، هيأتيان وأنت ما تشوفه. طيب روحك اللي تدخل في جسدك أنت تشوفها، أنت تشوف كل شيء. هناك أشياء ما تشوفها كثيرة. أنت تشوف عقلك، هالعقل اللي يميزك عن غيرك، يعني تشوف العقل هذا. ما كل شيء إنك كل شيء ما تشوفه فهو ما هو صحيح. هذا كلام الماديين الطبائعيين. أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم بكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون في عقولهم.